جيت والبيت مفتوح لك اليوم تامر وتنهي وتشق وترجع. ها من وحيدة اليوم نحن الداخلين وانت طالعين وانت داخلين. ها كل حق الطاقة الحين. كل الطاقة قبلك انت. خيب تخيبك. يا بلك طاقة احمدوا العشاقة. يا بلك طاقة احمدوا العشاقة. وكان ما بغيت قم هات لي باقة. توديك كل عشار الطاقة هالرمسة. ما فرقت الاخوة. تعال الزير ابوي يقول جزاك الله خير. مشكور اخوي حمزة ابو ذياب. ذياب مشكور. يا ابنك يا من ابو ظبي. من اغلى انواع القماش. حرام لانها الطبقة لفصلها والدم على ينبي. ما دام 10 كناديل لين ان شاء الله يظل اعطاني عمره 2022 وعدي 23 ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حرام اني ما لبسته. يقول لك والله لا 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 والله والله احمد, أحمد. هو تحدى وياي. شو قال؟ شو قال امس؟ امس جالس يتغنى هو ابو ذياب. اي يقول لك طانقه يقول لك طانقه. ايش بسوي الحين؟ الحين بنجرب الطاقه. ما هاي ابوي متوضي متطهر يلا منك لا 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 زحق اخوانك فصل انت خمس وزع عليهم انت على واحد اخواني 12 وكلهم الحمد لله فصل حق العيد. لا والله صدق. ها؟ صدق. والله صدقه. الحين من اللي صدقه ابو ذياب؟ اي والله. والله صدقه والله. والله العظيم. ابو ذياب نجحت. شو انت تبغى تختبر انت؟ اي والله. انت تدري هاي سعر الطاقه كم؟ كم؟ 3000 وشي يعني مربع خلاص مو بحرام انا تلبس شيء ب 3000 انت تلبس تلبس على الاقل مفصله بلبسها قدام الناس اخاف قد تبي كردي وقميص شو اسوي؟ كردي وقميص متعود البس كناديل مسلسلات ماشي بس ماشي ها ابوي ها شو اسوي دعنات؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله لا يشكر مشكور لانه والله العظيم بطلع من ليزا دق 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 طاقة 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 زميلي ان شاء الله زميلي في مجال الفن ان شاء الله ترقبوه ان شاء الله والمساعد المدير يخجل يخجل الريال مثل قدير يعني حين اذا ابغي في شغله اكلمك انت نعم اذا ما حد يرجع لي كل شيء يوقف وين انت ايش بعدك مدير اعمال خلاص انا وياك زميلي ايضا في مجال الفن ان شاء الله ترقبوه ان شاء الله في احدث الاعمال انا مسرح بعد خلص بروفا شوفي الثاني من هو ذاك هذا برثوث هالبرثوث الثاني شيبا كاب 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 حتى طاع قياس الكاب والحبوب اللي فيه ما ينعرى انا ابو هارون الرشيد انت طاقه ببلاش يا بي الكابات ببلاش انا ابو
انت عبد الماس شو دفعت الحين انت شو دفعت صبرت لا تقول لي الحين محبه المحبه محبه لا 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 هاي مغثه لا 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 انت غثيته مغثي لما جاب لك الكاب لا تقول لي من محبه لا لا لا, لا. سويت لنا السالفه فاك اليوم طويله وعريضه لها القماش لازم تجسفه وهذا لازم تجسفه وهذا لازم تجسفه الى ما يتطاقم من بضبي عشان بس يسكتورك انت عيل اذكر الله صل على النبي اللهم صل وسلم اسبوعين لا تم مخوره ما دخلت بيتك صابون عطور هذا متى اخوي الكلام هذا قبل رمضان قبل 6 اشهر ما ادري 5 اشهر وينن وين وديت؟ هاي خصوصيات احمد مالك حق كابو تشرب وش تقطع خصوصياتي انا؟ كابو يا ابي الحين هالكاب مالك شغال؟ اراوني الكاب ما براوي ما براوي الكاب والله الكاب والله انا بقول لكم كيف الكاب لحظه شوي براي الكاب يرص راس انت راسك صغير راسك صغير لا 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 والله اني رص راسك كذي خلي براي بس غد راسك كيف؟ مو بقى زراوني ما بارك ما بارك احمد راسك صغير كابات كود 8 انا عارف الحبوب كم حبه فيهم هذا بنور كود 8 الحين تشيك بوك شو تشيك بوك انت تشيك بوك من بس هذا الكاب ها كاب ها ها احمد ها احمد شوف عينك اشوف انت شوف يا عايش على المعونه توني زافل لك زفيه بعرسك ما زفوك بيها والله الزفيه مو بلي انا حق القطعه اللي ابي لك اياها من ابو ظبي احسنت الى ساك اليوم اللي ها ها اذا ترى هذا واذا ما ادري شو ليه ما يبوا لك قطع عشان يسكتونه ويا بولك هذا مو بسلوب البشر احمد لا يا بولك ولا ما يا بولك احمد مو بسلوب البشر طلع احنا مو بطلالي باحمد لا احسنت دخيلك طاعت وادي طايتك بصراحه بريجه شوف كفك انت تعرفه هو بس ترى يلبس كمام ما يلبس قفاز بس احمد البس الكاب راوة راوني راوني ذا بيك ياسك الا انت كاب ببلاش انت حتى عقالك ببلاش الحمد لله الرازق بالسما لكن حاسد وين هني في هالارض انت على ابو تعيت بنا خاتم كذا مره اللي ابيض الحين صوب برتقالي هاي شو خلاص بس عبي لبتون رينبو انت ليش تطالع اللي عندي انا انت كبتك اغراضك بيتك ملطفينه ببلاش صح ولا لا ومشيك ببلاش غسيل سيير ببلاش قماط عيالك ببلاش انت شو سويت في دنياك شو هاي شو الدعوه اللي دعت انا ابو ولد واحد دعاء واحد وانت ما شاء الله كل امورك بجسر خيب خيب هذا انت ما صار 5 سنوات وجدي انت انا مطبع شو بسوي انا ادري بك انت ما بس الحلق لا يلا مروان ايش حق ابو ماسي بتي بالاهل انا ادري انا ادري اليوم 27 في انا ابو اللي عنده حلاق ابو سيد دعايه ترى احنا جالسين انا مروان عندي 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 اي له هنا طيب لك يا ليل عند حلاق دعايه واذا ما صبر هذا الكلام شوف تبى تصير نافر تبين لا لا هني حلق على التلفزيوني وسيادتي وكل شيء خلاص هني بجيب لك اياه عزك الله خذنا على حق العيد ولا بعد تدور شو ناقص انك احمد ما ناقصني لاني ما اشوفك لا هاي كيف هاد شيء وحيد ما خرت خرت سويت عيدية ايه الحمد لله قال لا الحكومة قالت لا توزعون بتخالف الكلام قال لا توزعون عليها الحكومة طول بعمرك سويت شو ايفان برصده ايه وانت ان شاء الله حق عزير ولدي بتقول هات ايفان ولدك عزير ليش اطرش ليه عمات الاول مبعطني ها خراهن شي عمات الاول من يتقرب حياش قب اعطي السامي عنده ايفان بنتك ايه عنده عنده ايفان مال ابوها ما يخصك قالوا ما في توزيع العيديات خلاص انت ما يخصك شو ما منو قالك انا منو قالك الاقتراح على ايبان والله موجود عيدي قالوا لا توزعون على الصغارية ما عندي صغارية ما بتعايد صغاري انت بالعيد برابيل 5 بردة في جيبي ما يغلبني مياه هنا ليش الطالات يعني باكر بسحونا كنعد شو كنعد والمطلوب بعبيزات لا بوي أنا بيت أخوي ما أدفع من أخوك؟ أنا أبوي آكل ومثي ديع اللي دار وظهر منو قال أخوك؟ الجنسية ما شيء بس مروان غير مروان مر الله وأنت شو راس ويهب؟ ما علي بيدفعون عندي إخواني جزاهم الله خير ما يقصرون تم 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 أبو عزير تم عندي أنا تم ريايل والله أنكم ريايل بيض الله وياكم يا إخوان والله هذا العشم فيكم ريايل والنعم فيكم والله حاضرين ما تغل عليك
جاكم بياضوي 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 نعم ما حد ها شو حي مشوها البوس مشوها البوس كله خيب انا اخر واحد ترد جزاكم الله خير وهذا الشيء اللي يسوون ان شاء الله يسجل في اعماركم ها الا انت عدور قسما بالله ولا حبه طايحه ولا حبه والله قب قسما بالله قب يبلغ شكر الله شكر الله يا احمد لا اله الا الله شكر الله يا بيت لي بعد من برك لا يمعزين ياكل حب ويتم ينثر لي ما اعترفوا فيه في رقله وحليله منو عدول بس عرب برا يحط لك كيس يركب كيس توا يلسيني فتون عشان موضوع الزكاة ايه بلاها بعد بتخليني مفتي بعد تاكل الحين هم اللي ياسي فتون ترى منو هم او ان لازم بعد تطلع عقل بشكارة لا بشكارة اذا ينزل له معاش هي الظاهر زكاة يقولون هذا هو العلم عند الله نحن ما بنفتي في الدين زين لكن يقول لك دام انه هي تاخذ راتب الزكي عن نفسها مو بنت الزكي عنها لان انت الراتب اللي تعطيها اياه من كسوتها هي فهي تتسع مره بعمرها والعلم عند الله زين هل حد يفيدنا في هالمعلومه واللي يستلم من الشونه هل يعتبر معاش؟ يعني الحين مثل امي ايه ايه معاش يا ما يصير الحين شو اسمه زكي عن امي انت عن امك والله ما ادري عن الام مروان شوي فالامور حساسه لا ترى عشان كذي الحين تو ما اسمعها من ايه عن الام ما ادري بس داوم تحصل شونه تدفع من شونه لا عشان ربي تدفع شونه يعني اذا انت سويت اضمن ايه يعني تدفع اي اضمن روحه انت تدفع انت تعتبر درجه اولى ابوي درجه اولى شو ده لهم درجه اولى بعد في درجه اولى يعني مثل عيالك حرمتك ايه هذيل شوف الزكاه المعيل يعني مثلا امك ما تداوم ابوك كبير بالسن انت تعيل انت ايه بس نستلم من الشؤون ما شوني تسوي من عندك هل يعتبر راتب؟ راتب ايه؟ ترى ال 20 ربي افتكيت انت ويس تقول حق الام الحين اعطيني 20 ربي تعرف ايش بسوي بها؟ هي تطلع عن عمرها انا عادي والعلم عند الله يا جماعه ترى مو فتوى نحن بعد نبغى الاجر هي يبغي الاجر الخدام قبل انك انت تسوي عقب قال لي احمد ما تسوي لا تسوي هي ما دام انه عندي راتب اذا هي مسلمه هي نعم مسلمه تعنب تعنب في الشيار تعرف في الحشرات العاث الدنيا علمك في الخبصان تعرف في الطبول تعرف في القشار تعرف مروان الدنيا تعلم احنا اليوم الحمد لله ما خلينا مكان ما سرناه يا بنت يوم الترغيد يوم التيال انا شلي شو قلت تاريخك كله عندي احمد انا 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 والله العظيم ما 10 سنوات في حياتك احمد 91 التياس تحوم في الشارع 91 من يحوم 10 سنوات تنضيف انت حرب الخليج كل خلايق الله يصير في البيت التياس تدور في الفريج ملزقين الدرايش براجع وانت يا ستحوم خايف من الكيماوي وانت يا رساك كريس كريم انا فاهم انت ما كريس كريم قبل كنت نظيف والله العظيم 91 91 انت يا ستحوم شو تبا الحين حد ابو انت لاني جاي لانك انت جاي وايد بعيد عن اخوانك اللي مجدمينك فما يضروبك انت تظهر من البيت انت ترد لا يضروب كان يضربوني بعد اي يضربوا والله يضرب عليك هشام والله هشام قلتني سجل يا تاريخ هشام الله يسمعك الحين هشام الوحيد بس في توك كلمه طلعت قام يضرب عليه لا يمكن خلاص لا من صغر لا 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 ماشي ماشي انا سمعت عن عابر القارات انت عابر الفرجان لا مخلي سنابور لا مخلي شعبية شرطان لا مخلي الطوار مريت فيه متى ولا ما مريت اعترف مو في هالسنة 10 سنوات انت كنت نظيف انت كنت حجر منبر هذاك ما بقول وين 7 ما يقولون ولا اتكلم عن منطقة منطقة لكن من جيت بالبر هذا بس يورك ومنكرك في التسعينات انا ما اسوي عشان لله 91 خربلك الله الظهر 91 كم عمري انا 10 سنوات اي صح انا اول لا لا صح صح على الله صير التاريخ هايس يا اذكر والله 10 سنوات انت تعرفوا 91 عندك حساب في الدكان انت 91 عندك انت 91 عندك تليفون
مروان ما تبغى توصل. كان اكبر على كله بسنة عمي. كذب. والله اني كذب. والله العظيم بسنة. انت حاضر عرس امي وابوي. اقوى عبود فرحان بعد كاتب شيء. عبود فرحان زعلان. وفاني بعد كاتب شيء. فاني الله. بس عبود فرحان فاني لا. ها راشد. جبت السيارة ابوي راشد؟ ها. جاي في الدايس. ابوي اللي بيغسل موتره. ولا بس موتر وحده؟ والله ما ادري راشد كم موتر غسل؟ مليون. يلا ابوي. يلا ابوي. بارك الله فيك. بارك الله فيك. كله بالوقف جايين ابوي فكره ندرس بني بشي. يلا والله. والله. يلا. خلي هناك غسل على راحته. الحين ما بتراوين الكاب؟ على الاقل اشكر الرجال، قول لي جزاك الله خير مشكور. ست شهور اطلبه. اشهر. ست شهور ما بتقول اشكر. خسر. اخر شوي؟ لا والله تمام. من هالسايز اللي انا ادور. بشوف السايز يا ابوي بلاك عندي ميع الكابات انا مال كوديت. مال يا هذا.